العقيدة ليست شيئا هامشيا، وإنما هي تمثل الإطار لحياة الإنسان، والإطار يحدد للإنسان كل مفردات حياته اليومية. الإطار يحدد جميع هذه المفردات، يعني عبادات الإنسان تتحدد في إطار العقيدة، عقود الإنسان تتحدد في إطار العقيدة، إيقاعات الإنسان تتحدد في إطار العقيدة، أحكام الإنسان تتحدد في إطار العقيدة. العقيدة مو شيء نظري قد نؤمن به وقد لا نؤمن به، وإذا آمنا به فهو في معزل عن حياتنا. لا، العقيدة تتدخل في كل جزئية من جزئيات حياتنا اليومية. العقيدة لها هذا المقام، العقيدة تمثل الموجه لحياة الإنسان.